أنس الإملاحي نائب رئيس جماعة تطوان. نظمت جماعة تطوان هذا المساء لتقديم كتاب صفحات حول تاريخ الحركة الوطنية بالشمال لمؤلفه محمد الخطيب. هذا الكتاب الذي يقدم مجموعة من اللحظات التي عاشها المؤلف أيضا حياته وأيضا انخراطه في الحركة الوطنية بالشمال. الندوة عرفت تكريم شخصية أستاذة مربية، أستاذة فاطمة الشيخي مربية الأجيال. هذا التكريم الذي يعد سنة أخذتها جماعة تطوان منذ السنة الماضية لتكريم شخصيات وآمات وهامات قدمت الشيء الكثير والكثير كل في مجاله بهذه المدينة. كل هذا يدخل في إطار إعداد برنامج رمضانيات تطوان الذي تنظمه جماعة تطوان، ولنا موعدا في الأسبوع المقبل حول تقديم كتاب آخر حول جماعة تطوان لمؤلفه الأستاذ الطيب أكزول. وسنختم هذه الرمضانيات بسهرة فنية أندلسية يحييها نخبة من فناني الموسيقى الأندلسية بالمنطقة. تقديم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة مذكرات لأحد رجالات الحركة الوطنية في بلادنا هو مناسبة لعرض جزء من ذاكرة الوطن وجزء من تاريخ هذه المدينة في مرحلة هامة من حياة المغرب. وقد أحسنت الجماعة الحضرية لمدينة تطوان بتنظيم هذه اللقاءات الثقافية في هذا الشهر المبارك، ونتمنى أن تتوسع وتزداد مستقبلا لما فيه مصلحة الأجيال الحالية والمستقبلية لمعرفة تاريخهم وتاريخ حركتهم وزعمائهم السياسيين. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بادئ ذي بدء أشكر بلدية تطوان وعلى رأسها الشاب اليافع أنس الإملاحي الذي كرمني، أكرمكم الله جميعا كما كرمتموني وحضرتم تكريمي، وأنا واحدة من مواليد من أبناء تطوان وبنات تطوان. دكتور محمد بلال أشمل، أستاذ الفكر والحوار الحضاري في كلية أصول الدين جامعة عبد الملك السعدي. تشرفت بمساهمة في قراءة كتاب صفحات من تاريخ الحركة الوطنية في الشمال لمؤلفه المرحوم محمد الخطيب، وتعرضت فيه لبعض القضايا الشائكة التي ينطوي عليها الكتاب، والتي في اعتقادي المتواضع أنها جديدة تضيف إلى وعينا وفهمنا لسرورة الحركة الوطنية في الشمال، وحط رجال الحركة الوطنية في السعي إلى تحرير الوطن من الحماية الإسبانية ونشدان الوحدة الوطنية. وفي الواقع أن هذا الكتاب قيمته آتية من كون صاحبه شاهد على الأحداث، صانع للوقائع، وبالتالي فإن شهادته هي شهادة عدل شارك في حقائق الحركة الوطنية وفي مختلف مجرياتها. شكرا.